السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار مجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي، كنتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وخلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا فحال دايما. فيديو اليوم غادي يكون الجزء السادس من بعد ما كنت نزلت خمسة الأجزاء في القناة ديالي ديال بارتما، اللي كنا بدينا الإصلاح ديالها من أول خطوة بالدوتشات بالكوزينات بالأرضيات وكل شيء. كل شيء نزلناه في القناة. وصلنا اليوم للجزء السادس اللي غادي نهضروا فيه على الزريج الأرض. خليكم مع الفيديو. بني راسك براسك وثق في راسك. قطع أي حاجة قدامك باش تحقق أحلامك. حتى أنا كنت في حالك وخلقت في حالك. كنت ما كنعرف نعمل والو، بديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت أنا تايق في راسي. وحتى أنت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناة وفعل الجرس وعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. بالنسبة للأرضية ديال بارتمادي، كانت مخدومة قديمة، مخدومة بالزليج بيض، العبارة ديالو 40 سنتيم على 40 سنتيم. الزليج تخدم كيف ما قلت في الفيديو اللي قبل هذا، بارتما تصلحات في 99، يعني الزليج هذا كان هذا هو العبار، يعني أحسن زليج كان في ديك الوقت. العبار الزليج 40 على 40 كيف ما قلت لكم، الزليج بيض. بارتما ما عمرها تصلحات، اول مره غادي تصلح. من ديك الوقت كيف ما كتشوف معايا، زولنا الزليج ديال الارضيه، جبرنا الارضيه مكرفسه بفورمه ضعيفه ما فيهاش السيمه مزيان، يعني ملي قلعنا الزليج حتى فورمه تكرفسات كامله، تحفرات كامله. مع السيده بغات الصاله تعملها طالعه واحد 4 سنتيم، والأرضية ديال البارتما كاملة غادي تكون مقادة في نفس العبار. عاودنا فورما كيف ما كتشوفوا معايا، صلحنا فورما. بالنسبة للكولوار والبيوت والكوزينة ميريكان، عملنا لهم فورما رقيقة، مبغيناش نعليو بزاف، واحد 3 سنتيم ديال الفورما، يعني ريقلنا الأرضية بها، تاش فورما قديمة مزولناها شي. وبالنسبة للصالون عملنا طالع بربعة سنتيم كيف ما كتشوفوا معايا، باش يجي الصالون معزول. حتى ملي كي يعني كتكون تسيق ولا شي حاجة، كيكون الصالون مفرش ما كيطلعش الماء ما كيدخلش للصالون، عاد كيعطي الديكور مزيون. يعني عجبها البلان وهي بغات تعمل بحال هداك، حنا معينا غير نفذو. كيف ما كتشوفوا معايا عملنا فورمة جديدة باش نصحو الأرضية ونريقلوها، وتعطينا حتى بالزليج، ما بقاوش يعني نتعذبوا، ما نضيعوش السلعه ونضيعوش الكولا بزاف. وفي نفس الوقت الارضيه كتصحح وكتريقل. عملنا فورما البيت كيف ما كتشوف معايا، البيت اللي كيخرج للباتيو، والدريسينغ حتى هو عملنا له فورما ديالو. هذه ديال الارضيه ديالو تسكن فيها في الاول الدوش كيف ما شفتوا في الفيديو اللي القدامين دات بارتما، كانت مادو تحيدنا الارضيه كانت عاوجه، يعني ريقلنا دابا عوضنا لها 101 باش نديرو تما الدريسينغ. تخدم تما الدريسينغ ان شاء الله بحول الله. وهذه الخارجه اللي فتحنا لها الباب كتخرج للباتيو، بدلنا فوق دار في البارتمون، بدلنا فوق دارات، تعاود لاستاسيون ديال الضو وديال الماء، تخدم القبس اللي نزلت فيديو ديالو في الجزء الخامس اللي قبل هذا ديال القبس ديال البارتمون. اليوم ان شاء الله ديال الارضيه كما قلت لكم، باش تصحح الارضيه وفي نفس الوقت تعطينا الخدمه، ما تضيعش يعني ما نضيعوش فيها السلعه، ملي كتكون الارضيه عندك مقاده ومريقله يعني كتعطيك حتى في الخدمه وما كتضيعش في نفس الوقت السلعه. كما كتشوفوا معايا بدينا بالصالون هو الاولاني، خدمنا الزليج شوكه ولا فوسيكر بهذه الطريقه وبهذا الشكل، باش ما كيبينناش الرابوز، يعني الا كان شي بلاصه عوجه ولا شي رابوز ما كتبانش. ملي كيكون عندنا الزليج مخدوم بهذه الطريقه وبهذا الشكل، يعني كيغطي العيوب، واخا هو كيمشي فيه شويه الزليج زايد، يعني مع التقطيع والكسور وكذا كيمشي فيه شويه الزليج زايد على الزليج خدمتيه ركابه ولا مربع، يعني هذا كيمشي شويه الزليج زايد، ولكن كيعطي في نفس الوقت كيعطي الديكور مزيون وكيجي واعر كما كتشوفوا معايا. خدمنا الطريقه، خدمنا الصاله ديالنا بهذه الطريقه بهذا الشكل، خدمنا الكروار،
خذو من البيت. بالنسبه لهاد الزل اللي جا هذا اللون ديالو مغلوق شويه، السيده اختارت هذا الزل اللي جا هذا حيت ديجا هي عندها الزل اللي ابيض فواحد البارطمان اخرى في ساكنه، يعني السواق لا مجربه الزل اللي ابيض والمعاناه معاه والوسخ اللي كيبان به دغيا وداكشي، يعني قررت هي تبدل هاد المره تبدل الكولور تعمل لون مغلوق شويه باش ما كيبانش فيه الوسخ والتكرفيس كيصبر. يعني اقترحت عليها انا الزل اللي ابيض لحقاش بارطمان شويه ما فيهش الاضاءه بزاف، قلت لها انا عمل الزل ابيض باش البارطمان كضوى. قلت لي انا بالنسبه للزليج راه كوزات الزليج ابيض وفيه التكرفيس، يعني هذا يقدر يصبر التكرفيس، اختارت هذا الكولور هذا. صراحه هذا الزليج مزيون، فيه الديكور ديال الرخام، فيه العروق وديك الشكلات ديال الزواقه اللي فيه، يعني حلوه ما بيهاش وماشي يعني مغلوق مره يعني كيسلس ولا شي حاجه، يعني الزليج ما بيهش الزليج ديال المغرب. العبار ديالو 49 سنتيم على 49 سنتيم. من بعد ما كملنا الزليج ديال الارضيه عملنا الماستيك باللون بيج مفتوح باش يبان الجوان، يبان يعني واضح في نفس الوقت يفتح لنا الزليج ويبين الخطوط يعني ماشيين باش الزليج يتفتح بديك اللون اللي كيكون مفتوح على الزليج كما كتشوفوا معايا. من بعد ما ساينا ماستيك وبلينتا ركبناها فينينا الارضيه مره، انا هذا هو الشكل النهائي ديال الارضيه كما كتشوفوا معايا. الدريسينغ حتى هو فينيناه من الزلي ديالو، من لون مرطوب في الحيوط ديالو، دابا بقى غير النجار يجي يعدل الطازيرات ديال الدريسينغ، يعني ماشي بلان واعر للدريسينغ باش يزيد يكمل هاد فينيسيون هذا كما كتشوفوا معايا فينيتو. الارضيه كملناها في الدخل، الباب عندنا الباكيطه ضو الكادر ديال الباب عملنا له غير المرطوب، تما كيركب واحد الكادر ديال اللوح كيجيب من فيني بالطابا خونطا، يعني هي الحواشي كيتغطاو الدوره كامله ما كيكون لا باب لا والو. الدريسينغ راه معروف خرجه اللي كتخرج الباتيو ان شاء الله يا ربي. فيديو اللي ما يجي ان شاء الله بحول الله يكون ديال الباتيو اللي صلحناه عملنا فيه كوزينه، عملنا فيه كوزينه كيف ما قلت لكم في فيديو اللي قبل هذا. الباتيو غادي نعملو فيه كوزينه ديال التكرفيس، ومن داخل غادي تكون كوزينه امريكان اللي غادي تكون غير ديال شي حاجه خفيفه، يعني في حق هوا واتاي وشي حاجه غتتتف، يعني ما تكونش كوزينه ديال التكرفيس. والباتيو عملنا فيه كوزينه واعره ومتسعه ديال التكرفيس، يعني كوزينه واعره جات صراحه الله. ان شاء الله تنزل لكم فيديو باش تستافدوا بالطريقه اللي صلحنا بها ديك الباتيو، والناس اللي عندهم باتيو حتى هما يقدروا يستغلوه ويستافدوا منه. كيف ما قلت لكم الزلي صراحه الله رائع، فيه الديكور واعر. بالنسبه للماستيك اللي عملنا له باللون بيج مفتوح حتى هو عطى واحد الديكور بين يعني الجوان واضح، الخطوط ماشيين هما هذوك يعني واضحين وباينين. باركو ديالنا عملنا حتى هو طايح بربعة سنتيم، وهاد الطريقة هادي كنخدمها في باركوس كاملين وكنشرحها دائما. بالنسبة للباركو دائما انا كنعدلو الطايح بربعة سنتيم اولا يقدر يوصل حتى لسبعة سنتيم اولا ثلاثة سنتيم، المهم الباركو دائما خصو يجي طايح على الارضية ديال البيت اولا ديال الصالون اولا على حساب باركو علاش كيطلل، يعني اللي كان كيطير على الصالون خصو دايما يجي طايح على الصالون ولا على البيت خصو يجي طايح على البيت. بالنسبه لهذا الباركو جيتو طايح ب 4 سنتيم كيف ما كتشوفوا، باش الكادر ديال الالومنيوم اللي كيركب لتحت هنا في الارضيه التحتانيه وكيجي مقاد اول حاجه، باش ملي كنكونوا خارجين داخل الباركو ديالنا ما كنتعطروش في الكادر. وثاني حاجه ملي كيكون الشعط ديال الشتاء وكيكون الشعط يعني الشتاء قويه، اللي كيضرب الشعر ديال الشتا كتبقى الكادر طايح لتحت الماء ما كيدخلش، يعني واخا دخل الماء تحت الكادر ولا شي حاجه ولا تحت الريدو ديال الباركو غادي تكالا في الدرجه اللي عندنا صغيره، ولكن الا كان الريدو منزع الارضيه وارضيه وحده داخله مع مريكله معوطه ملي كيكون الشاط والشتا الماء كيدخل، واخا الريدو كيدخل الماء تحت منه. يعني هذه الطريقه دائما كنشرحها في باركوس في
فيلات في اي حاجه كنخدم راه كنشرح هاد الطريقه هادو هاد الشكل ديال الخدمه. يعني انتوما ان شاء الله بحاول الله تقدروا تستافدوا من الطريقه ومن هاد الشكل ديال باركوس. دائما باركو عملوا طايح 4 سنتيم، وكتخلي واحد الحاشيه ملي كتزلج كتخلي واحد الحاشيه في الجنابات ديال الحيط 1 سنتيم، باش تما كتعود السكه، كتعود السكه ديال الفوكادر ديال الالومنيوم، والجنابات ديال الطباخونطا كيدخلوا تما. يعني كتخليو المطعم دائما كتخليو بلاصتو باش الالومنيوم كيدخل حتى هو تما كيجي الكادر هو هذا. كنتمنى تستافدوا ان شاء الله من الطريقه، عاد تستافدوا منها بزاف كما كتشوفوا معايا. الزليج رائع صراحه الله. كوزينه امريكا اللي عملنا ملي دفينا الارضيه عاد بانت ان شاء الله يا ربي. الباقي غادي تخدموا بوطاجي، غادي تخدم من الداخل بالخشب الصنادق ديالو، ملي غادي تسالى غتنزل الرخامه فوق اللوح وفوق هذا الحيط اللي عملنا حنا الواجهه، عملنا له سبوطه ديالو، عملنا نفس الطريقه دبلان. نزلت لكم فيديو اللي قبل هذا في الجزء الرابع، نزلت لكم بلان ديال الكوزين امريكان. حتى في الجزء الخامس هضرنا عليها، وريت لكم بلان التصويره كيفاش تخدمت هاد الكوزينه، كيفاش خدمناها والبلان اللي خدمنا بها. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه. تحياتي لكم على الدعم والتشجيع ديالكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في القريب العاجل ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.